بتونس ومظاهرات، فهذا أمر واقع، لكن هي ليست بالحجم الذي يمكن أن يتصوره الإنسان من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام بما فيها الجزيرة. هناك بضعة مئات من المواطنين قدموا من عدة جهات معتصمين أمام قصر الحكومة. هذه الحالة هي حالة طبيعية ومشروعة، ويمكن أن تستمر ما شاء هؤلاء. مطالبهم الاجتماعية مشروعة تماما ويمكن الاستجابة إليها. مطلبهم في إسقاط الحكومة محترم، ولكن الحكومة لا تنوي الاستجابة إليه. التعديلات التي هي محل مشاورات، هذا هو رد الحكومة على المعتصمين والمطالبين؟ لا، الحكومة اليوم بسقوطها، اليوم هي لا تستجيب إلى مطلب سقوطها، لا تسقط الحكومة نفسها، لأن بعض المتظاهرين يريدون سقوطها أو بعض قوى المعارضة. الوجوه التي يتم حاليا التخلص منها يعني تحت مسمى ربما انتمائها إلى نظام السابق، سيدتي، هل هي كافية أم ربما ننتظر المزيد؟ والله أنا أعتقد أن في لبس يجب أن يرفع. الحكومة أولا قررت معالجة القضايا الاجتماعية العاجلة، ورصدت نصف مليار دينار تصرف مباشرة إلى المناطق المحرومة، وقررت حل كل المجالس الجهوية التي كانت عاجزة عن القيام بدورها وتعويضها بهيئات وفقا للقانون تتشكل من هيئات الاجتماع المجتمع المدني حتى تحضر جرد للأضرار التي أصابت الناس في تلك المناطق، وتصرف إليها المال الأموال حتى توزعها هي بذاتها في إطار الشفافية المطلقة، لأن هناك أزمة ثقة بين الإدارة والمواطن، وعن طريق هذه الهيئة الاعتماد على هيئات المجتمع المدني من خلال نيابات خاصة تعوض المجالس الجهوية ستقع توزيع هذه الأموال بشكل شفاف. واليوم أرسلت الحكومة تسبيقات مالية إلى كل عائلات الشهداء وإلى المجروحين اليوم المصابين. نعم، ولذلك هي لا تجيب على المظاهرات بالكلام. أما بالنسبة للوضع العام في البلاد، هناك معارضة للحكومة، وهذا شيء مشروع، وبدون هذه الحكومة، بدون هذه المعارضة لا يمكن لهذه الحكومة أن تكون ديمقراطية. لكن هذه بين الحكومة والمعارضة، هناك الشعب التونسي، هل ينخرط الشعب التونسي وراء المعارضة؟ أبدا، الشعب التونسي عاد كله إلى العمل ويريد لأبنائه أن يعودوا إلى الدراسة، مما اضطر النقابات إلى إلغاء الإضرابات التي كانت مبرمجة. إذن الوضع في تونس ليس وضع غير مستقر، هناك حكومة لم يكتمل تشكيلها بسبب تردد بعض الأطراف، منها اتحاد الشغل وأحد الأحزاب، لا مجموعة من الأحزاب، وهذا الشغور وقع التداول اليوم في مستوى رئاسة الحكومة والوزراء، وبالاتصال والتشاور مع مكونات المجتمع المدني من أجل سده بشخصيات من المجتمع المدني. نعم سيد الوزير، في مقابل هذا سيعرض على رئيس الجمهورية، في مقابل قلت غدا، قد يقع غدا وقد لا يقع غدا، سيعرض على رئيس الجمهورية بعد استكمال المشاورات لإقراره ويصبح تعديل. سيد طيب البكوش هو الذي أعلن ذلك، يمكن أن يقع غدا، لكن المشاورات إلى حد ساعة متقدمة من هذه الظهيرة لم تكتمل بعد. طيب في مقابل الرافضين لاستمرار هذه الحكومة، هناك أيضا من نزل إلى الشارع اليوم للتعبير عن تأييده لبقاء هذه الحكومة ولو لستة أشهر لتصريف الأعمال. نعم، هل هذا هو الرد على المناوئين لكم؟ لا، بدل أن تتحدث الحكومة وتقول نحن الآن نفعل ونقدم ونحاول أن نتدارك الأمور ونصلح ما تضرر إلى غير ذلك، هل تخشى ربما من تماس ما بين الفريقين؟ يعني حقيقة لا أفهم السؤال. هذه الحكومة جاءت بتوافق. لم تفهم سؤالي؟ لم أفهم سؤالك من حيث مرتكزة، فهمت مدلولة، لكن هذه الحكومة تشكلت بتوافق بين قوى من المجتمع المدني ومن المعارضة ومن بعض الوزراء من الحكومة السابقة، على أساس برنامج انتقالي لمدة ستة أشهر جوهره الإصلاح السياسي، ولكن في نفس الوقت مواجهة الأزمة الاجتماعية، تقديم الإسعافات ووضع البلاد على سكة العدل والتوازن بين الجهات.
إذن هذا برنامجها. وجدت هذه الحكومة معارضة من طرف مجموعات سياسية استندت اليوم على هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل. لم تستطع هذه المعارضة إلى جر الشعب التونسي ضد الحكومة. هل مطلوب من الحكومة أن تتخلى عن برنامجها لتستجيب إلى مطالب المعارضة؟ طيب، ما هي مطالب المعارضة؟ مطالب المعارضة سلبية، نريد إسقاط الحكومة، نريد حل الحزب الدستوري. في هذا المطلب المواطن التونسي عانى كثيرا من الحزب الدستوري بسبب هيمنته على الدولة. الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، فصلت بين الحزب الحاكم والدولة، استرجعت كل ممتلكة الدولة من أيدي الحزب الحاكم، أوقفت دفع المرتبات إلى المتفرغين في ذلك الحزب. الآن إذا وجد، ليس من مشمولات الحكومة أن تحل أي حزب، القضاء هو الذي يحل الأحزاب. من يريد أن يتقدم بقضية ضد الحزب الدستوري فليتفضل. بالنسبة إلينا، هناك رموز فاسدين في هذا الحزب يمكن أن يحاسبوا، أما عشرات الآلاف من المخرطين في هذا الحزب الذين يختارون كما وقع الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية أن يستمروا تحت هذه اليافطة أو تحت أي يافطة أخرى، فلهم ذلك، وللشعب التونسي وحده أن يعطيهم الحجم الذي يستحقونه. شكرا جزيلا لك سيد أحمد نجيب الشيخ.